هي بالنسبه لانتاج الحبوب، الاحتياجات الوطنيه على انكم على علم بان كاين استهلاك القمح حاليا هو انتاج الفرينه، انتاج القمح الصلب، انتاج السميد. بالنسبه لانتاج القمح الصلب نحن في اريحيه بان الانتاج الوطني لموسم 2021-2022 يعني اكتفى بالنسبه لتغطيه الاحتياجات الوطنيه. يعني ازمه تاع السميد هي نظن على يعني المعلومات لدينا هي يعني ما فيش ازمه تاع السميد، ولكن تدخلت الوزاره المعنيه بالامر هي وزاره التجاره يعني المراقبه والتحقيق على كل ما يعني لاحظناه في الشهور القادمه، ولكن لحد الان الامور راهي يعني عاودت ولات لمجاريها. الحمد لله ما فيش ازمه بالنسبه سواء لا للسميد ولا للفرينه ولا حتى للزيت الى اخره. كذلك حتى ماده الحليب راه متوفر يعني بصفه كميه كبيره جدا، وان شاء الله نزيدو نكملوا في هذا المسار مسار ان شاء الله.